مشاهدينا عدنا إليكم مجددا ومع ضيف الحلقة الدكتور عبد الله يونس، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحب بتلفزيون شاد القناة العامة، ودي فرصة سعيدة جدا، يعني أنا الواحد سعيد جدا وأحيي الشعب الشادي بمناسبة انعقاد الحوار الوطني الشامل الذي ضم كل أبناء الوطن، ونسأل الله أن ربنا يوفق أبناء البلاد في الخروج في حوار شامل وقوانين ثابتة وخطاوي جميلة جدا تخدم البلاد التي عانت كثيرا جدا من أشياء كثيرة جدا، فنسأل الله التوفيق في ذلك، ونسأل الله أن تخرج هذه الحلقة بالشيء الذي يريده المجتمع إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. نحن أيضا سعداء جدا اليوم بلقاء وجودك معنا، وحلقتنا طبعا اليوم في موضوع حلقتنا اليوم نتكلم عن البيئة واللي هي أهم جزء في حياتنا. طيب دكتور، حدثنا أول شيء عن البيئة خاصة المحيطة بنا وبالأخص الحشرات اللي إحنا بنعاني منها كثير، عشان كده تقدر توضح لنا كيف نحارب الحشرات الضارة وخاصة البعوض اللي يعني أصبح كابوس في حياتنا. طيب إذا رجعنا مثلا الإنسان، البيئة ما هي البيئة ذاتها؟ شنو يعني البيئة ذاتها؟ البيئة هو جزء من الجغرافيا، وهي جزء من الجغرافيا المحيطة بالإنسان، البيئة محيطة بالإنسان، لابد أن تكون محيطة بالإنسان، وهذه البيئة مربوطة بثلاث أشياء: المناخ والتربة والنبات. هذه الأشياء موجودة في البيئة، ولكن هذه البيئة إذا رجعنا لها فيها اختلاط وتلوث كبير جدا، وتلوث ده نتيجة للاختلاطات اللي بتجي من قبل البيئة، وأكثر شيء الإنسان ذاته له دور فاعل كبير جدا في التلوث البيئي. والتلوث البيئي ذاته يعني في بينقسم إلى قسمين: في تلوث بيئي صناعي ده هو سووه الإنسان، وفي تلوث بيئي طبيعي وده هو من أمر الله، كوارث طبيعية أمثال الزلازل والأمطار والفيضانات والكوارث والفيضانات والسيول وما شابه ذلك، ده ممكن تكون، وده كله برضه كذلك لأنه برضه هي سوى الإنسان، لأنه بيئة المناخ في، خاصة أنه نحن إذا رجعنا في الفترة الأخيرة في التغيرات، التغير المناخي نتيجة للانبعاثات الحرارية الكبيرة جدا من قبل الإنسان، حروب ومصانع وأشياء كثيرة جدا وصناعات نووية، كل هذه الأشياء ساعدت إلى أنه تكون لها أثر كبير جدا في التلوث البيئي. وإذا رجعنا أنه مثلا حتى البيئة ذاتها، هذا التلوث الذي مثلا إحنا إذا الحمد لله كمان إذا رجعنا تشهد ما يندى التلوث البيئي الصعب الممكن يعني يخلي الناس تخاف منه، ممكن يحاربوه بكل سهولة واقتدار. إذا رجعنا في دول متقدمة فيها تلوث بيئي يساعد في أشياء، في أمراض كثيرة جدا، يعني الحمد لله والشكر لله تشاهد ما مثل تلك مثال الناس بيتمتعوا بطبيعة وبجو جو، لكن في مشكلة في تشاهد هي مشكلة الحشرات الضارة. والحشرات الضارة ذاته سبب شنو قلنا؟ الإنسان. إذا رجعنا ذلك الإنسان ذاته له دور كبير جدا في أنه الحشرات دي ممكن تساعد في نموه وما شابه ذلك. ليه؟ لأنه نحن دائما ما عندنا الاهتمام، ودائما نعتمد على أن الدولة هي اللي تقوم بمعارضة هذه الأشياء. لا، المواطن ذاته يكون له دور كبير جدا في مساعدة الدولة، في مساعدة الدولة ومساعدة مثلا زي الأحياء، يعني مثلا سنلقى في أشياء كثيرة جدا تساعد على تنمية أو في نمو الحشرات وتدمير الإنسان، لأنه هذه الحشرات يعني تسبب أمراض كثيرة جدا، خاصة البعوض. البعوض يسبب ملاريا، من الملاريا تلقى اليرقان، تلقى التايفون، وهذا يعيق الانتاج، يعيق الانتاج حقيقه يعني. فالانسان ذاته مثلا اذا رجعنا مثلا المثل البسيط في الاحياء، تلقى في قش كثير جدا، بمعنى حشائش. القش ده والحشائش دي ما في زول بشيلها، راجين المحليه وعمال المحليه، لكن ممكن المواطن هو اولاده ممكن ولا النفرين الاحياء ولا الشباب في الحي يشيلوا هذه الاشياء، شيلوها تماما،
وممكن يحاربوها باشياء كثيره جدا، انه مثلا يلتحقوا بالمعتمد ولا الوالي ولا الادارات الصغرى الوحدات الاداريه ممكن يساعدهم. لكن نحن اذا رجعنا في حلول كثيره جدا نجد انه حلها هذه الحشره اللعينه البعوض الذي تعيق تقدم التنميه، انه ممكن يعني اذا رجعنا فيها الناس اذا رجعت في وزاره الصحه او الناس الوبائيات مكافحه الوبائيات كويس والتلوث يجلسوا كلهم في مكتب واحد يعملوا اشياء يعملوا وحده لمكافحه البعوض. مكافحه البعوض بتتم كيف؟ انه لابد من هذه الاشياء لابد يكون في مربوطه ما بين هذه الكوارث الكارثة الطبيعية أو الكارثة البيئية بتاعت العشرات دي بتاعت البعوض دي الإنساني ممكن يريحوها بأشياء كثيرة جدا. أول حاجة يكون في تنسيق ما بين الطرق وما بين الإسكان وما بين البيئة البنية التحتية، إنه لابد من معالجة ما يسمى بالمصارف الصرف الصحي. كويس، الصرف الصحي ده مشكلة كبيرة جدا جدا، لأن في إعاقات كثيرة جدا عليه، لانه اذا رجعنا فيها نجد انه المياه راكده لمده سنين والبعوض دي تلقاها موجوده متوالده خلاص سكنت بصوره دائمه. يجيبوا مثلا في اسماك صغيره جدا، ناس التحاليل الكيماويه والبيئيه والاحيائيه كويس، ناس الاحياء ممكن يجيبوا الاسماك الصغيره دي يعيشوها في هذه المصارف الصرف الصحي، وممكن تاكل يرقات البعوض دي، وممكن احنا نرتاح من حاجه بنقول لها حشره بعوض. وكذلك الرش الدائم لابد من عقد شركات لها دور كبير جدا، مش نشوف طائره صغيره ترش البلد في ظرف ساعه ولا ساعتين، لا، شركه دائمه تكون خاصه برش المدينه. وهذه المدينة تحتاج إلى شيء، لجان فنية يعرفوا ذات الكيماويات ذات تكون كيف. في كيماويات هسه حصلت، العلم تقدم، في كيماويات ما بتعيق الإنسان ولا تساعده في ذلك، نحن يعني ممكن لكن تدمر هذه الحشرات البعوض والذباب والفيلق الراس الصغير الذي يرزعج الإنسان في المساء. عشان كده هسه نحن هذه البعوضة إذا رجعنا لها بيسبب أشياء كثيرة جدا نفسية. هسه انسان مجمعنا ولا انسان كانت معاني نفسيا، لانه تلقى يصبح الصباح جاء العمل واي شيء يمشي يعاني من اشياء كثيره جدا، يمشي المسا يخش في ناموسيه ما يقدر، حتى التلفزيون ده ما يقدر يشاهده كويس. طيب يكون في حال نفسيه سيئه جدا، عشان كده لابد من محاربه هذه الحشره الضاره حتى يكون في انتاج واسع جدا ان شاء الله باذن الله. طيب دكتور، يعني شنو الاستراتيجيه اللي احنا ممكن نقوم بها؟ لان انت يعني كلمت في المواطن، قلت المواطن عنده دور كبير في محاربه الحشرات الضاره ومنها البعوض، فالدور اللي هو بيقوم به شنو يعني غير القلقش؟ لان في مياه راكده وما عندها محل بتمشي، فنحن بنقدر نعمل شنو عشان نحارب البعوض ده بالضبط؟ يعني ده هنا المواطن هنا عليه التحاق الاتصال بالوحدات الحكوميه، الاتصال بالوحدات الحكوميه، انه لابد من البلديات مثلا، من البلديات دي لابد من معالجه هذه المصارف وتصريفها يكون في مناطق بعيده جدا، في مكبات بعيده جدا، انها تكون هذه بتاعه. وبعد ذلك انه الناس ذاتها تعمل سدود بتاعت مكبات بتاعت الصرف الصحي ده، اشياء كثيره جدا، حتى الناس ذاته بيستفيدوا من المياه بتاعت الصرف الصحي دي في اسمده وما شابه ذلك كويس، يكون على مسافات بعيده، تيجي في مهندسين. عشان كده قلنا يكون في التحاق ما بين، في تعاون لصيق جدا ما بين الطرق والكباري والبنيه التحتيه، عشان المصارف دي تمشي على حسب المدريات بتاعت الناس، المساحه يعرفوا المناطق العاليه والمناطق تحت الواطيه مثلا بعد ذاك المياه دي تتصرف، وبعد ذاك ممكن يعملوا لها اداره كامله، اداره هذه المياه بتاعت الصرف الصحي، الناس ممكن يستفيدوا منها، حتى الصرف الصحي ده الناس بيستفيدوا منه في مياه، في المياه المتكرره او المياه الغازيه، مش المياه الغازيه، مياه الشرب التحليل المائي. هسه مثلا اذا رجعنا في ناس حللوا المياه بتاعت البحار، المياه الكالعه، ورغم ذلك نحن عندنا مياه عذبه جدا، مش احنا ما
نساعد في تدمير المياه او تلوث المياه بتاعت تشاد. واحنا تشاد معروف انها مياه قريبه جدا. هسه الليله مثلا مياه اذا رجعنا مثلا نجد انه مثلا في 10 امتار او 20 متر او في مناطق بعيده جدا تلقى حتى الحيوانات، يعني مع احترام انه حتى الحيوانات اذا حفرت تلقى تجد هذه المياه. ليه مثلا احنا بنستفيد من هذه المياه؟ يعني التلوث بتاعها. ودائما انه اي برنامج بتاع صحة بتاع مثلا خاصة الممكن يتلمس ب هو شنو زي ما يقولوا الناس الإنسان الناس ذاته الحفر بتاع الآبار آبار بتاع الحمامات وما شابه ذلك يكون في دقيق شديد جدا إنه الإنسان لا بد. أنا مثلا في ناس كثيرين جدا اشتكوا، يعني ناس في سنة 2008 و2006 في ناس كانوا بيشربوا مياه من آبارهم داخل البيوت، لكن في ناس جه حفروا آبار إذا لوثت المياه دي كلها. حفروا آبار مربوطة بالصرف الصحي لوثت المياه دي كلها، عشان كده لابد من الانضباط التام. أي صرف أي بير لابد أن تكون مربوطة بالصرف شنو؟ الصحي. والصرف الصحي إذا كان هو صحيح أظن ما أظن أي مدينة ولا أي إنسان ما يعاني من امراض، ما يعاني من تلوثات واشياء كثيره جدا. وهسه مثلا اذا رجعت مثلا تلقى كل الناس تعاني من امراض البطن وما شابه ذلك. فدي كل الاشياء. وحتى انه التلوث ذاته التلوث البيئي بيساعد في الربو، الامراض بتاعت الرطوبه وامراض الحياه كثيره جدا. انه لابد انه يكون الاهتمام بالبيئه، والمواطن له دور كبير جدا. المواطن لابد من الاتصال بالمحليات. في لجان صغيره جدا داخل الاحياء مربوطه، لابد انه مثلا يتعامل اللجان اللي قلنا اذا كان فيه فيه دكتور، يعني ممكن المواطنين بيعملوا يكونوا لجان على اساس يقوموا بالدور ده ولا شنو يعني؟ ايوه المواطنين يقوموا لخدمه انفسهم. المواطنين يقدموا نفسهم. ممكن الليله كل الشغل ده انت تربطه بالمعتمد ولا بالاداري ولا بالضابط الاداره ولا بالوالي. الوالي ده هو مكلف باشياء كثيره. انت امشي له وقول له احنا دايرين كذا وكذا وشوف المعينات اللي انت ساعد نفسك. لابد انه المواطن يساعد نفسه. يعني لازم المواطنين يقوموا بدورهم عشان يحاربوا الحشرات. ايوه لابد المواطن يقوم بدوره عشان يحارب هذه الحشرات. تمام. ان شاء الله رسالتك تكون وصلت دكتور، ومتمنين نكونوا معاك اكثر، لكن للاسف الوقت داهمنا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى في حلقات اخرى. احنا سعدنا جدا بلقائك. ان شاء الله. انا سعيد جدا بكم وسعيد بهذه الحلقه، وسعيد انا التقي بكم ان شاء الله باذن الله. وشكرا ل الحكومة أنه أدتنا فرصة جينا وكلمنا وتكلمنا كل شيء حاجة إن شاء الله. وأنا أحيي الحوار الوطني. الحوار الوطني مبارح كان في تعاطف يعني عظيم جدا، والله تعاطف عظيم. أنه الواحد يعني الناس بكت من التلاعب بتاع الأعضاء بتاع الحوار الوطني، التنسيق والترحيب بالقرارات التي أشهد إن شاء الله. إن شاء الله دائما يعم الأمن والسلام بيناتنا وتمشي الأمور تمام. بارك الله فيك.